السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ اتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله، مع فيديو جديد ومع نهار جديد. نتمنى هذا الفيديو حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. قبل البنات ما ندخلوا للفيديو، قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش تصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بغيت غير نذكركم البنات شحال هذه ما درت لكم بحال هاد الفيديوهات هادو. ما تنساوش ملي تكونوا هكا داخلين الكوزينه ما تبقاوش غير ساكتين ولا كتغنيو، حيت الا بقيتو ساكتين راه ما تاخذوا حتى شي حاجه، ولا بقيتو كتغنيو ما تاخذوا حتى شي يعني حتى شي اجر. دخلوا الكوزينه، يعني صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وانتم كتغسلوا المعنات ديالكم. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وانتم كتغسلوا المعن ديالكم، وانتم كتقضيو يعني كتقضيو الاشغال ديال المنزل ديالكم. هادشي غير تذكير البنات. مهم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هنا عندي هاد المعنات هادو غنحيدهم عليا. شاركت معكم اليوم روتين ديال النهار اللي غادي ندوز، يعني صراحه غادي نمشي عند واحد السيده عرضت عليا، دايره واحد الحفله لبنتها، وغادي نمشي ان شاء الله. غادي نشارك معكم الحفله اللي دارت لبنتها. نتمنى ان شاء الله يعني هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيوها مع الاهل ديالكم واصدقاء ديالكم باش ان شاء الله تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الزوينه، على البارطاج ديالكم، كنشكركم من اعمق قلبي. صافي، هنايا غادي نحيد عليا هاد المعنات، غادي نحيدهم عليا. وكنبغي نشكر الميمات حتى هما اللي كيتفرجوا فيا، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش تساعدونا بالبارطاج باش القناة تزيد القدام، حيت صراحة المشاهدة طاحت بزاف بزاف. المهم ما فيها بس تبارطاجيو القناة مع يعني في التواصل الاجتماعي باش ان شاء الله تكبر القناة ديالي ونحط لكم فيديوهات اللي هما زوينين بزاف. صافي، هذا الشيء اللي كان البنات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى نكون خفيف على قلوبكم ونكون تنفوج عليكم. صافي، هذا الشيء اللي كان البنات. شكرا لكم بزاف بزاف. هنايا غادي نوريكم واحد البنات واحد البرودوي اللي كنغسل به هكا المقارج ولا الكوكوط. كنرشوا عليهم كنرش على الكوكوط ولا هذا المقراج اللي كنديروا فيه الماء يسخن، وكنخليه واحد شويه وعاد كنرجع عليه باش نحكو كيسهل عليا. سمحوا لي البنات. المهم هنايا صراحه هاد المنظمات هادو نفعوني في اتاي وفي سنيده والسكر، والله البنات تنفعوني صراحه، زوينين بزاف بزاف. المهم راه كاينه واحد المفاجاه اخرى غادي نشاركها معكم ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا راه ماشي صورته اليوم، ولا هذا الفيديو راه كان عندي من شحال هادي، ماشي من شحال هادي، تكون شي سيمانه دازت عليه، عاد منطيته وعاد نحطو لكم، يعني راه كاينين مفاجآت ان شاء الله جايين في الطريق. غير بارطاجيو لي القناه باش ان شاء الله المشاهده تطلع شويه، ولو غير شويه الشيء لا طلعت ليا، غير الفيديو يضرب ليا غير انكا بارك والحمد لله والشكر لله. هنايا هذاك هو البرودوي البنات اللي قلت لكم تنديروها، كتندوزو على الكوكوط وكيرجعهم يعني كيرجعهم تيشعلو. صافي، غادي ندوز عليهم كاملين وصافي. هذا ما كان البنات، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هنايا البنات هانتوما مشينا عند الاخت اللي دارت حفيله، وهنايا حطات لينا مسكينه مضهوصه بالحرشه. صراحه جات زوينه بزاف، جات غزاله غزاله غزاله، بنينه ديال الحرشه، بنينه بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله لبناتها يعني مسيره موفقه ان شاء الله في حياتهم وفي الدراسه ديالهم. هنايا يعني البنات هذه هي القصريه ديال
مشات ليا حتى السميه ديال ما ديرش عليا البنات راه كاملين تنشد. المهم البنات راه ديال رفيسه، قصريه ديال رفيسه هنايا. صافي كلينا هذيك القصريه ديال رفيسه ودوزنا باش ناكلو الحلوه. الحلوه يا البنات، الحلوه. المهم هنايا غادي نصور لكم هكا الحلوه اللي دارت. المهم البنات هذه هي الحلوه، انا غنصورها لكم دابا. هنايا هانتوما هذه هي الحلوه، صراحه جات زوينه، جات غزاله. هانتوما البنات دوزنا نهار زوين، وهنايا الحلوه، هنايا هاد الحلوه تاع هي زوينه. ودارت هادوك البيتزا الصغار. المهم دوزنا نهار زوين، نتمنى يعجبكم الفيديو بلا ما نطول عليكم البنات. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وبقوا مع الفيديو حتى الاخير. شكرا لكم بزاف بزاف على التعليق ديالكم، شكرا لكم على اللايك ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.